بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. من قناة مربي حمام بجدد اللقاء مع حضراتكم في فيديو جديد من فيديوهاتي وفيديوهات القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنز موجود عند الناس كلها بس مش عارفين قيمته، قشر البيض. قشر البيض ده مفيد جدا جدا للحمام، وكل اللي عليك انك انت هتنشف قشر البيض بس. وادي ملح وادي خل، بأقل ما أقل حاجة عندك في البيت انت ممكن تعمل بيها فياجرة طبيعية للحمام. بمعنى قشر البيض ده كالسيوم مفيد جدا لإنتاج الحمام. الملح طبعا احنا عارفين ان الملح جسم الحمام بيحتاجه ولازم يملح، التمليح ده اللي هو بيدور عليه، احنا بنقول عليه بيدور عليه من بره. وادي خل، الخل مفيد جدا برضو للحمام، هنتكلم على الخل ده في موضوع تاني لوحده. تمام، قشر البيض ده موجود عند كل الناس، بيض عندك مش هترميه. انا كل اللي عليك انك انت هتطلع تنشف البيض فوق السطح او تحطه في حاجه وتسيبه ينشف في الشمس بس. هنعمل ايه بقى مع البيض ده؟ هنفك البيض اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، اهو هو نشف خلاص. ببدا افك البيض بتاعي كميه كبيره، انا محوشها طبعا، الاولاد عندي بيحبوا ياكلوا البيض، وبالتالي مفيش بيض مفيش بيض اصلي ما بيطلعش من البيض فانا برميش البيض ده، انا استفاد منه استفاده كبيره جدا جدا للحمام، لانها هي هتزود انتاج الحمام عندي. وجربوها، والطريقه دي متداوله عند على اليوتيوب كتير جدا، بس في ناس بتقول لك انا الحمام عندي بقى يجيب 3 بيضات 4 بيضات، الكلام ده انا بصراحه لسه ما اعرفوش. هو رزق، الكلام ده رزق يا جدعان، بس هل الفايده بتيجي من البيض ده، من قشر البيض؟ انا اللي اعرفه ان قشر البيض بيزود الانتاج بس، يعني انا ما لسه ما اعرفش بقى بصراحه المعلومه الجديده ان 4 بيضات ومحتمل 3 وفعلا زمان كان على ايام الناس الكبيره كنا بنلاقي حمام بيبيض 3 بيضات بس. انا يعني ما جربتش، ما حصلتش عندي يعني بصراحه، من ساعه ما ربيت حمام ما حصلتش عندي. ادي كده احنا ايه خلاص فرقنا البيض، هنحاول برضو ايه نعمله تاني على قد ما نقدر علشان الحمام يقدر ياكل. دي احلى طريقة لزيادة انتاج البيض عندك اهو كده، لزيادة انتاج الحمام. مش تديله كالسيوم، فكه بايدك كده من غير اي حاجة، مش عايز اطول على حضراتكم في الفيديو. حاول ان انا برضو على قد ما اقدر ان انا شايل شويه حلوين يعني، وعشان ما اطولش على حضراتكم انا هخلص وارجع لكم تاني. ورجعت لحضراتكم بعد ما خلصت طبعا الموضوع بتاع البيض ده، لا حول ولا قوة الا بالله. انا كنت مفكر ان انا عندي بيض كتير، بس اهو الطحن بص بقى عامل ازاي اهو خلاص تمام. لو انا حطيت قشر البيض ده كده لوحده الحمام مش هياكل، وحط له عليه شوية ملح عشان الملح ده برضه مفيد جدا في التمليح زي ما اتفقنا مع حضراتكم. احنا بنتكلم على حاجة بسيطة جدا بتبقى موجودة عندنا وتقدر تستخدمها، يعني حاول انك انت تتعامل مع الحمام بتاعك من الطبيعة. الطبيعة اهو شوية خل بقى عليه مش كتير طبعا، ابدأ اقلبه زي ما احنا شايفين كده. شوية صغيرين كمان علشان
بعد كده هنحط على النار حاجة بسيطة جدا عشان تديله ايه سنة تحريق. بص بعمل ازاي؟ حاول انك تربي الحمام بتاعك على الحاجات اللي موجودة عندك في البيت. لو طلعت حتى تأكل الحمام ومفيش أكل خالص، لو عندك شوية رز فايدين من البيت عندك، تقدر برضو تحطهم للحمام ياكلهم. ده مفيد جدا جدا للزغاليل وفوائده حلوة برضو. شوية عيش تطحنهم الكلام ده. احنا تربي حمامك بالطبيعة زي أجدادنا زمان وأهالينا لما كانوا بيربوا حمام، ما كناش نعرف الأمراض والكلام ده. نحط بقى يتسخن ونشوف هنقدمه ازاي للحمام. اهو كده يا جماعه، انا حطيت القشر البيض على البوتاجاز، هبدا اقلبه، اديله تخميره بس يعني يعتبر هنشف منه الخل اللي انا حطيته يعني بمعنى صح. في نفس الوقت هحمر تخميره ايه بسيطه كده زي ما احنا شايفين. جرب الطريقة دي وشوفها هتعمل ايه مع الحمام بتاعك. معلش انا بوريكم كل حاجة لحظة بلحظة عشان ايه، عشان نستفاد مع بعض، مش هشرحها لك كده وخلاص بحيث انك انت ايه يعني ما تعرفش انا عملت ايه ولا حطيت ازاي على النار ولا المدة اللي انا خدتها وعملت عليها ايه. ايش طيب طبعا ما ينفعش ان انا اطلع بقى احط دلوقتي على الاكل على طول بتاع الحمام او الكل بتاع الحمام عشان طبعا سخن يعني، هسيبه بينشف شوية وبعدين ايه هنشوف هنعمل ايه برضه كل بتاع الحمام.